المنظمة ليه فرع وزارة الشباب يفرض بدون دعم مادي ولا شيء، فهمت؟ منهم ليهم يعني ينوضوا يديروا أي شيء. رئيس مجلس الكشري ورئيس مجلس محلي لبلدية يفرض صورة من القيادة. تمام، هل القيادة فطرة ومكتسبة؟ من يقول لي فطرية ومكتسبة؟ من يقول لي؟ ليه؟ طبعا بتكمل من هنا باش ما تنحيش. تمام، هذا نظريات الرجل العظيم محمد تليفوني صح. المعرفة لازم يكون عنده دراية وعنده معرفة بالشيء اللي بديره، يكون واقع. عبد المنعم وعبد الله ورمزي ومحي الدين ومحمد سالم، محمد الشيباني، محي الدين ومحمد سالم ومحمود وعمر. هذه المبادرة اللي هي أول مبادرة في بتكون في فرع وزارة الشباب يفرن، وهي المخيمات الشبابية التي تهدف لإيضاح الشباب وتوعيتهم، في تتمثل في محاضرات دينية ومحاضرات توعوية ومحاضرات علمية، أيضا تتمثل في تقريب وجهات النظر وفي معرفة الشباب لبعضهم داخل فرع وزارة الشباب يفرن.